ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في ستيفلر رياكشن على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمل له رياكشن هو فيلم العارف، عوده يونس. ده الفيلم الجديد بتاع احمد عز، كان المفروض ينزل في اجازه نص السنه، بس بعد كده رجعوا في كلامهم، تقريبا هينزل في العيد الصغير على ما اعتقد، يعني لسه ما فيش تاكيد بالكلام ده. المفروض هينزل معاه الفيلم اللي هو البعض لا يذهب الى المأذون مرتين بتاع كريم عبد العزيز. الموسم اللي فات كان كريم نازل بالفيل الازرق، وعز كان نازل بولاد رزق. الموسم اللي جاي احمد عز هيبقى نازل بالعارف، وكريم عبد العزيز هيبقى نازل بالبعض لا يذهب المأذون مرتين، والموسم اللي جاي بتاع الصيف هينزل فيه كيرة والجن اللي هو فيلم 1919 بتاع احمد عز وكريم عبد العزيز مع بعض. فيلم العارف هيبقى فيه احمد عز، وهيبقى فيه احمد فهمي ومحمود حميده ومصطفى خاطر، هيبقى فيه بعد كده محمد ممدوح وكارمن بصيص واحمد خالد صالح. وده الكاست اللي موجود دلوقتي فور شور، يعني 100%. يعني ما اعرفش بقى هيبقى فيه ناس تاني ضيوف شرف بقى وكده ولا لا، لسه مش عارفين. المؤلف بتاع الفيلم هو محمد سيد بشير، والمخرج هو احمد علاء الديب. احمد علاء الديب ده اللي كان شارك قبل كده برضه مع احمد عز في تجربتين سينمائيتين، فيلم بدل فائد وفيلم الحفله. كالعاده ما شفتش التيزر، هو تيزر مش تريلر، طبعا ما شفتش التيزر ولا مره بتاع فيلم العارف، وهتفرج عليه دلوقتي لاول مره. يلا بينا. هو تمام. هو تقريبا هيبقى ليه حاجه بقى علاقه بالسرقه بتاعت بنوك، وهيبقى ليه سرقه، وهيبقى في ما اعرفش، ممكن يكون في داعش في الموضوع برضو. تقريبا احمد فهمي طلع هو الفيلن في الفيلم، تقريبا احمد فهمي كمان قائد تنظيم ارهابي او حاجه زي كده. بس شكله هيعمل دور حلو، احمد فهمي شكله كده بالستايل اللي هو عامله هيعمل دور حلو. احمد عز تقريبا هيعمل نفس الادوار اللي بيعملها في كل الافلام، تيبيكلي احمد عز، مفيش اي حاجه جديده. وحسيته برده شويه الفيلم مرمي، يعني حادف شويه على فيلم الخليه، معرفش ليه يعني حسيته كده. يعني لسه مش عارفين اي حاجه على الفيلم، الفيلم كان مجرد تيزر 50 ثانيه، لسه مش عارفين اي حاجه على الفيلم. هنستنى طبعا التريلر بتاعته، الاوفيشال تريلر بتاعته اللي هتنزل تقريبا الشهر الجاي ممكن بالكتير قوي. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها على الفيلم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه.